بعد الثناء قال الشيخ تعطف على عبد جليل مقصر كثير الخطايا قادم من مذلته حتى نتعلم من الشيخ التواضع والخشوع والإخبات وهضم النفس مهما تعبد الإنسان مهما تعبد فكلما ازداد قربا من الله ازداد خضوعا وخشوعا واخبادا وتذللا لله عز وجل. وهذا منتشر في ديوان الشيخ وشائع فيه من اوله الى اخره. تجد دائما الشيخ يقول رضيتك ذو التقصير صالح للنفس وتجيك غفرانا واصلاحا لك. يعني تعبد عبيدك للتصغير تصغر نفسك عبيدك ذو التقصير اي صاحب التقصير ويسال الله تعالى دائما المغفره رغم انه رضي الله عنه كان معتكفا في الازهر الشريف يعني لا هم له سوى العباده والعلم والذكر وإرشاد الناس وتعليم الناس محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مدى قصر أو مدى أذنب أنه لا يخرج إلى الخلق أصلا ولا يختلط بهم أصلا ولكن هذا هو الشعور شعور الصالحين بأنفسهم
جاه الله تبارك وتعالى دائما يرون انهم مقصرون في جنب الله مهما وصلوا ومهما راوا. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابه رضي الله عنهم وحال التابعين وحال العابدين والخاشعين الى يوم الناس. الشيخ يقول تعطف على عبد جليل مقصر. انظر كيف وصف نفسه بالذله والتقصير وكثره الخطايا والخوف من الذل يوم القيامه. تعطف على عبد جليل مقصر كثير الخطايا خالف في المجلة. هذا شعور المؤمن. ولذلك في الرسالة القشيرية ذكر الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه عن عروة بن الزبير قال رأيت عمر بن الخطاب يحمل قربة على كتفه فقلت لا انه لا ينبغي هذا يا امير المؤمنين. فقال اني لما رايت الوفود جاءوا سامعين طائعين سامعين طائعين له الوفود التي جاءت من خارج المدينه مذعنه لسيدنا عمر في امارته قال دخلني شيء في نفسي فأحببت أن أعرفها قدرها أحببت أن أعرفها قدرها. ثم دخل دار امرأة كثيرة من الأمصار فأفرغها في إمائها. انظر أمير المؤمنين يحمل قربة ماء على كتفه ويدخل دار امرأة فقيرة ويخرجها في إمائها. هذا هضم للنفس وتواضع وعلاج. وطبعا يعلم غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعلم غيره ألا يدخله العجب والغرور. فإذا دخل نفسه العجب والغرور لابد أن يعرف قدر نفسه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولذلك سيدنا أبو سليمان الدراني قال من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة، يعني حلاوة الطاعة وحلاوة العبادة. إذا رأى نفسه أنه صاحب درجة عند الله تسلب منه حلاوة الخدمة، حلاوة الطاعة تسلب منه، لأنه دخل في العجب والغرور وهما كبيرتان عظيمتان من كبائر القلوب العجب والغرور. سيدنا ابراهيم بن كما ذكر العلامه ابو القاسم الشيخ بن سلمه الشيخ سيدنا ابراهيم بن ادهم قال ما فرحت في إسلامي فرحي بثلاثة أشياء. قال أني كنت في سفينة وكانت لحيتي طويلة فجاء رجل وقال وأمسك برأسي وقال كنا نأخذ رأس العلج. والعز هو الرجل القوي ونهزها هكذا وأخذ يهز رأسي
وأخذ يهز رأسه وأنا لا أتكلم، بل فرحت لأنه لم يرى في السفينة أحقر مني حتى يمثل بها. سبحان الله، يعني يفرحون بمن يحترم ويحتقر. رضي الله عنه، رضي الله عنه. قال والأمر الثاني، لو كنت في المسجد وأردت أن أبيت فيه، وقال لي خادم المسجد قم واخرج من المسجد، فقلت إني غريب ولا بيت لي، قال إن الغرباء يسرقون حاجات المسجد، القناديل والحصن. قلت لا أستطيع الخروج، أين أذهب؟ قال فأخذني وجرني من رجلي حتى أخرجني من المسجد. قال ففرحت فرحا عظيما. سبحان الله، يعني هو طبعا ايه، كانه يدرب نفسه على 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 التجلد والتواضع. ليه؟ لانه لا يرى لنفسه قيمه، كما قال ابو سليمان لا يرى لنفسه قيمه. قال والمره الثالثه، قال كنت جالسا بجوار حائط فجاء كلب فبال علي. سبحان الله، ظلني حائطا. انظر الى التواضع، تواضع الصالحين العابدين، يتعبدون لكنهم يتواضعون. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان حين يخطب في الناس ويرى فسادهم يقول إني آمركم وأنهاكم وما أعلم عند أحد من الذنوب مثل ما عندي، وما أعلم عند أحد من الذنوب مثل ما عندي، على عكس ما يفعله بعض العابدين، يرى نفسه فوق الناس والعياذ بالله، وهو يسير في الطريق يحتقر الناس وقد لا يسلم عليه تكبرا وتعاليا وتعظما، لانه عالم ويراهم عاصين لله، عاذل الله من ذلك، يرجع اليك ولا يقول حتى السلام عليكم، وكأنه يعتقد كفرا أو يعتقد عصيانا أو أنه مرتكب كبيرا، ولا أحد يرتكب الكبيرة مثله حتى مهما كان عادلا، إنه مصاب بالكبر والعجب والغرور، لأن الكبر كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فإذا غمضت إنسانا في الطريق فاعلم أنك متكبر، لأنك لا تعلم باطن هذا الرجل حتى تتعالى عليه، أو أنه عاقل لله عز وجل. فالعالم كلما تقرب إلى الله ازداد خشوعا وإخباتا لله عز وجل. قيل لأبي يزيد البطاني رضي الله عنه متى يكون الرجل متواضعا؟ قال إذا لم ير لنفسه مقاما، إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا، ولا يرى في الخلق من هو شر منه. يعني إذا رأى إنسانا أكبر منه
قال هو أفضل مني لأنه أكثر مني حسنات، وإذا رأى أصغر منه قال هو أفضل مني لأنه أقل مني سيئات، وإذا رأى المساوي له في السن والعمر قال هو أخلص مني لله عز وجل. انظر مع الكبير والصغير والمساوي يرى نفسه أنه أقل منه، هذا حال الصالحين. ولذلك الشيخ يقول تعصف على عبد جليل مقصر كثير الخطايا خائف من مدنه. ذكرنا أن سيدنا أبا بكر مع أنه كان مبشرا بالجنة كان يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. سيدنا عمر كان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر وليت أمي لم تلدني. وهكذا كانوا يحضرون أنفسهم مع بشارتهم بالجنة ومع تعبدهم لله تبارك وتعالى. ثم يقول الشيخ فأنت غياثي يا إلهي وسيدي أعذني من الوسواس في كل حال. فأنت غياثي يا إلهي وسيدي أعذني من الوسواس في كل حال. طبعا الوسواس هي لمة الشيطان، إن للملك لمة وللشيطان لمة كما ورد في السنة. فلمة الملك إعاد بالخير وتكذيب للشر، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب للخير، لأن كل إنسان معه ملك ومعه شيطان. طبعا الملك يعدك بالخير ويكذب لك الشر ويحثك على البعد عنه، اما الشيطان كما اخبر الله الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفره منه وفضلا. لكن الانسان يستعين بالله على الشيطان، لأن الله قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه المثل، ولله المثل الأعلى. ضرب العلماء مثلا للاستعاذة من الشيطان والاستعانة عليه بالله، فقالوا أو سأل بعضهم تلميذه قال ماذا تصنع إذا عرض لك كلب الراعي الكلب الذي يحرس الغنم؟ قال أضربه. قال يؤذيك. قال أناوشه. قال ذاك يقول عليك، يعني أشغله عني حتى أمر عنه. قال ذاك يقول عليك، يعني انت مش تخلص منه. قال ماذا اصنع؟ قال قل للراعي ابعد عني كلبك. فالراعي طبعا اول ما يقول الكلب تعالى هنا يبعد عنك وانت تمشي بكلامك، ولله المثل الاعلى. هذا معنى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع العليم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومعنى أعود أي ألتجئ، ألتجئ إلى الله في أن يرد عني الشيطان. ورد عند أبي يعلى في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله 10 مرات وكل الله به ملكا يرد عنه الشيطان. وكل الله به ملكا يرد عنه الشيطان. ولذلك الحصون المنيعة النبوية لدحر الإبليس فيها الاستعاذة 10 مرات، أعوذ بالله من الشيطان من 10 مرات كما ورد في الحديث. يوكل الله ملكا يرد عنك ايه؟ يرد عنك الشيطان. وما أكثر الوسوسة، طبعا في زماننا هذا الوسوسة كثيرة، خاصة أن الله تعالى أخبرنا أن القرآن في القرآن حيث قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا، انتهوا عن الخمر والميسر وعن إطاعة الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى. هذه وظيفته، هو عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. والقرآن عرفنا بطرائقه ومداخله، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي في صراطك المستقيم. ثم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر إلى الطرائق التي يسلكها الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم إذا هو يسلك معك كل الطرق، يزين لك الدنيا، يجرك إلى الخمر وما يتبع الخمر. ما الآن الخمور والمسكرات كثيرة ولها أسامي كثيرة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يأتون يسمون الخمر غير سيأتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. لو أنت رحت جدول المسكرات والمخدرات والمفترات تجد أسماء عجيبة. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، من معجزاته الإخبار بالمغيبات في المستقبل. لكن أخبرنا لنحذر، لنحذر منها. ليه؟ لأنها تفسد العقل وتفسد الجسم وتفسد الجلد وتفسد المجتمع وتفسد الأخلاق من كل الجهات، والعياذ بالله مضيعة. وهي من أم الخبائث كما قال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث. وطبعا السنة أن رجلا دخل عند امرأة فقالت له: إما أن تفعل بي كما يفعل الرجل به، وإما أن تشرب هذا الكأس، وإما أن تقتل هذا الغلام الولد. فظن أن أخف شيء
وشرب الخمر. فشرب الخمر فسكر وغار عقله فزنى بها وقتله. فقال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث. بسبب ورود الحديث الخمر أم الخبائث، فالمسكرات والمخدرات والمرقدات، الأفيون من المرقدات، خلي بالك لأن ساعات يخلص مفعول يبقى الإنسان فريح الأرض، فهو من المرقدات والمفترات، كل هذه الأشياء أم الخبائث، أم الخبائث، بمعنى أن من فعلها فقد دخل من أوسع أبواب الكبائر، عافانا الله وإياكم. ومن ثم يستعيد المسلم دائما من الشيطان الرجيم. ثانيا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك القرآن أمر بالاستعادة عند تلاوة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي عند إرادة القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتبه، قال شيخنا في قصيدة القرآن الكريم، قال: ويمنعك الرجيم سنى قيامه، تعوذ بالإله إذا قرأت. في قصيدة عيسى: بسم الله هذا قرأت كتاب الله أبشر إن تلوت. في وسطها يقول الشيخ: ويمنعك الرجيم، يعني الشيطان الرجيم يعني المبعث، ويمنعك الرجيم سنى قيامه، يعني يمنعك أنوار القرآن، يجعلك تقرأ بلسانك وقلبك غائب، يعني تقرأ من غير تفكر ولا تدبر، مع أن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن الشيطان يحول بينك وبين هذا التدبر فيمنع عنك أنوار القرآن. ولذلك الشيخ جليل: ويمنعك الرجيم سنى ضياءً، تعوذ بالإله إذا قرأت، أي قبل القراءة، حتى يبتعد عنك الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. يعني أن هناك شيطانا من الإنس وشيطانا من الجن، فأنت استعذ بالله منهما وقل أعوذ بالله من الشيطان. طبعا شيطان الجن تبعده الاستعاذة لأن كيده ضعيف كما قال الله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما كيد الإنس، شيطان الإنس كيده عظيم كما وصف الله كيد النساء، قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فكيد الإنسان عظيم وكيد الشيطان طائف. ولذلك لابد أن تفر منه، أن تفر من شيطان الإنس، تستعيذ بالله منه مع الفرار، مع الفرار بعيدا عنه، وإلا ترى الخلق منه إليك، لأن الطبع يفرق من الطبع. إن داومت على الجلوس معه المرء على ديون خليله،
فلينظر احدكم من يصاحب. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا بخير. خلي بالك هذان هما طريق النجاح، الاستعاذه بالله من شيطان الانس وشيطان الجن، لان شيطان الانس يحبب اليك الدنيا ويحبب اليك المعصيه بل يجرك اليك وانت ترى شيطان الانس يقول لك تعال نلعب هذا الصوت، هذا الكتشير، هذا الجوز، هذا السجاير، هذا كذا وهكذا. هو الذي يأمر وانت طبعا تخجل منه وتجيب غصب عنه. وشيطان الانس، شيطان الانس يزين لك، يزين وينسيك الله تعالى، وينسيك الله تعالى. يبقى اذا اجتمع عليه شيطان الانس وشيطان الجن كل بوسوسه. عشان كده الشيخ قال فانت غياثي يا الهي وسيدي، اغثني من الوسواس في كل حاله في كل احوال، سواء كنت مع الجن او مع الانس. فالذي يردهما عنك هو الله القادر فوق عباده سبحانه وتعالى. فاستعن بالله عليهما وعلى طردهما. الانسان حينما يجد مثلا صاحبا يرديه يتوسل الى الله تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصرفه عنه. قل يا رب اللهم اصرف عني بجاه رسولك الاعظم صلى الله عليه وسلم حتى يستجيب الله دعاءك من اجل حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره العظيم. فانت غيابي يا الهي وسيدي اغثني من الوسواس في كل حال. وهناك فرق بين هواجس النفس ووساوس الشيطان. خلي بالك هواجس النفس دائما تلزم شيئا واحدا توسوس به حتى يتحقق، يعني بشكل لا تسكت عنه حتى تحقق لها مأربها. أما وسواس الشيطان فإنه يريدك عاصيا على أي حال وبأي شيء، يعني إن لم تقبل هذا فخذ هذا، إن لم تقبل هذا فخذ هذا وهكذا. المهم أنه إيه؟ يوقعك في المعصية، أي معصية صغيرة كبيرة، لكن النفس تصر على شيء معين تلف عليه وانت قائم وانت قاعد وانت نائم مضطجع تفضل طبعا وراك حتى تحقق شهوتك، لانها شهوه. طبعا الشهوه تلزم طريقا واحدا ما تغيرش عنها، اذا تحققت سكنت وسكنت، وإذا لم تتحقق ظلت في الإيه؟ في الوسواس. ده الفرق بين حوادث النفس ووساوس الشيطان. لا تزال تطالبك حتى تصل إلى مرادك، والوسواس يتنقل معك، يتنقل بين جنبيك ذات اليمين وذات الشمال.
فأنت رياتي يا إلهي وسيدي، أغثني من الوسواس في كل حال. ومن لي سوى رب كريم مهيمن له رحمة تجل القلوب بحكمته. ومن لي سوى رب كريم، والكريم هو الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه. تعريف بسم الله الكريم سبحانه وتعالى هو الذي لا يضيع من توسل إليه. أن توسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بنبيه صلى الله عليه وسلم، أو بأنبيائه المرسلين والمرسلين، أو بالصالحين من عباده، أو بكتابه، أو بأي عمل صالح. هو كريم سبحانه وتعالى. ومن لي سوى رب كريم، يلو الكريم هو الذي يعطي ولا ينتظر جزاء سبحانه وتعالى، لأنه الكريم الغني الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. له الكرم المطلق والكمال المطلق سبحانه وتعالى. والمهيمن، بسم الله المهيمن، من اجتمع فيه العلم بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها سبحانه وتعالى. من اجتمع له العلم بجميع الأشياء والقدرة التامة على كل شيء، المهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى. ومن لي سوى رب كريم مهيمن، يعني هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. كما قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. ومن لي سوى رب كريم مهيمن له رحمة تجل القلوب بحكمته سبحانه وتعالى. قال العلماء: الرحمة نوعان، رحمة امتنانية ورحمة وجوبية. قالوا: الرحمة الامتنانية هو أن يعطي سبحانه وتعالى نعما كثيرا للعبد قبل العمل. ولذلك طبعا الرحمة الامتنانية دي رحمة عامة، يعني حتى الكافر ينال منها، كما قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طبعا دي معنى أسبغ، يعني غطاط بنعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تستقصى، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. آه.
يعطيها للعاملين وغير العاملين. لكن هناك الرحمة الوجوبية، طبعا أوجبها الحق على نفسه تفضلا منه وكرما وليس وجوبا، هذه رحمة وجوبية للمتقين والمحسنين، كما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، دي رحمة خاصة، رحمة وجوبية أوجبها الحق على نفسه تفضلا وكرما، يعني من شدة الالتزام، من شدة الالتزام يعبر عنها بالوجوب، لأن الله أوجبها على نفسه، لكن مفيش حاجة واجبة على الله، وإنما من باب الالتزام وصدق الوقوع، كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، هذا من الرحمة، هذا من الرحمة، لأنك حينما تنظر تجد أن الله خلقك وهو الذي خلق التوفيق في قلبك ووفقك للعمل، كما قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. إذن حينما يخلق ويوفق ويعطيك ويثيبك هذا كله من باب الرحمة، من باب الرحمة، إلا لا نضيع أجر من أحسن عمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، معهم يحوطهم بعنايته وكرمه وجوده ورحمته. ومن لسوى رب كريم مهيمن لهم رحمة تجلب القلوب بحكمته. إذن الرحمة الامتنانية قبل العمل، والرحمة الوجوبية بعد العمل. ومن لي سوى رب كريم مهيمن له رحمة تجلو القلوب بحكمته. أبدني من الأغيار يا خير راحم، ويا رب يا مولاي اقبل شكايتي، أغثني من الأغيار، والأغيار جمع غيره هو كل ما سوى الله تعالى، هذا معنى كلمة الأغيار، كل غير الله يقال له غير. أغثني من الأغيار، انظر عاد غير الله، النفس، الشيطان، شيطان الإنس والدنيا والهوى، كل هذه أغيار. ذلك الشيخ قال ولا تشتغل بالغير فالغير فتنته، وكل سيبنى والجفاء ولا حشر، كل ما سوى الله فهو فان، ولذلك لا تشغل نفسك به ما دام هو فان، يبقى اذا لا تشغل نفسك بالباقي، اشغل نفسك بالباقي سبحانه وتعالى، فهو الدائم، الدائم نفسك، حتى إذا فرغت من الدنيا ونزلت قبرها وجدت الله تعالى يحوطك بعنايته ورعايته ورحمته. أما الغير فقد تولى عنك
مشي، إن كان مال مشي، إن كان أهل مشوا، ولم يبق لك إلا العمل وصاحبه سبحانه وتعالى الموفق كله، كما ورد في صحيح الحديث يتبع الميت ثلاثة، ماله وعمله وأهله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. واحد يقول طب كيف يرجع المال؟ زمان كان العبيد يخرجون وراء سيدي في الجنازة، فقد يقولون مئة أو أكثر أو ألف، كل هذه أموال ذهبت إلى المقبرة. هذا معنى يرجع الأهل والمال، هذا هو مش معناه أنه يأخذ الفلوس على المقبرة، ممكن أحد يفسرها التشكيل الخاطئ، لا حد يطلع الفلوس على المقبرة، بينما العلماء ذكروا في تفسير هذا الحديث هذا الحديث. ويبقى العمل هو الأنيس لك، والله تعالى هو صاحب التوفيق، صاحب التوفيق لهذا العمل. أهلني من الأغيار يا خير راحل، ويا رب يا مولاي اقبل شكاية. والمولى معناه الناصر، ويا رب يا مولاي أي يا ناصري. من الولاية وهي النصرة، والله تعالى هو الذي يتولى أمرك كما قال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. ويا رب يا مولاي اقبل شكاية. فهذه هي الشكاية، الشكاية لأي شيء؟ من النفس، من النفس، ومن شيطان الإنس، ومن شيطان الجن، ومن جميع الأغيار التي كل ما هو غير الله يشكو منه شيء، ويسأل الله أن يغيثه من هذا الغير. أغثني من الأغيار يا خير راحل، ويا رب يا مولاي اقبل شكايتي، ويا رب يا معبود، ويا رب يا معبود اجعل عبادتي لوجهك بالإخلاص من غير الله. بعد أن فرغ الشيخ من طلب الاستغاثة من الله من الأغيار، من جميع الأغيار، بدأ في التهديد للنفس بالإخلاص لله تبارك وتعالى: ويا رب يا معبود اجعل عبادتي لوجهك بالإخلاص من غير الله. وكأن الشيخ يفسر الإخلاص بمعنى أن يتعبد المسلم لله من غير علة أخرى. ليه؟ لأن أعمالا صالحة كثيرة معلولة مدخولة مخلوقة. يعني أحيانا يكون الإنسان يصلي في المسجد، يصلي وحده، فإذا أحس بأحد يدخل عليه حسن الصلاة. خلي بالك العلة جاية، حسن الصلاة يعني هو كان يصلي صلاة المعتادة سريعة، فإذا أحس بإنسان
دخل المسجد من خشخشة النعم أو خشخشة الرزق أو حمحمة مثلا حسن الصلاة. إذا هذا العمل معلوم، التحسين هنا له علة، فهذه العلة ترد العمل مطلقا، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيره تركته وشركه، في رواية تركته لغيره. ويأمر الله تعالى يوم القيامة الملائكة أن تميز الأعمال، ميزوا ما كان منها لي وما سواه يلقى في النار العاجل. والرياء يدخل في جميع الأعمال، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في الحج، في صلة الأرحام، في الإحسان، في كل شيء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله من شيء، ولا تقول هذا لله وللرحم، فإنه للرحم وليس لله من شيء، وهكذا. لا، وإنما دائما المسلم عند أي عمل يستحضر أمر الله تبارك وتعالى فيه. لماذا تصلي؟ لأن الله قال وأقيم الصلاة، سواء في البر أو في البحر، في السفر أو في الحضر، في المرض أو في الصحة، في الفراغ أو في الشغل، أنت دائما دائما تتمثل قول الله وأقيم الصلاة، لأنه أمرك بها، وهي لون من ألوان العباد. والله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلي بالك العلماء قالوا اللام، اللام ها هنا ليست للعلة، لأن الله غني عن العباد، غني عن عباده، وإنما اللام للصيرورة، للصيرورة أي ليصيروا جميع أعمالهم عبادة لله تعالى في كل حركة وسكون، في كل يعني حتى في السعي على الرزق يكون عبادة. بل في حديث الطبراني حينما رأى الصحابة رضي الله تعالى شابا جلدا قويا نشطا فتعجبوا من قوته ونشاطه وجلده، ماشي على الأرض يعني هيطلع مية من القوة، تعجبوا وقالوا لو كان هذا في سبيل الله، انظر لو كان هذا في سبيل الله أي لكان حسنا أو كان أحسن. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو كان خرج يسعى على أبوين فقيرين فهو في سبيل، لو كان خرج على عياله فهو في سبيل، لو كان خرج
على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجعل السعي للإنفاق على الوالدين والعيال وإعفاف النفس من العبادة، من العبادة بل من الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لأن طلب الحلال فريضة، كما قال عليه الصلاة والسلام طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، ولأن طلب الحلال جهاد كما قال عليه الصلاة والسلام طلب الحلال جهاد. إذن في العمل الذي تعمله هو مباح، فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وليه المسؤول. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن بنيتك الحسنة تحول العالم إلى عبادة، تخرج طلبا للحلال وسعيا لإعفاف النفس، فتكون بذلك إيه؟ مسافا. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لما سلم صلى الله عليه وسلم على رجل فوجد يده خشنة من العمل، قال هذه يد يحبها الله ورسوله. ليه؟ لأنه يطلب الحلال، فهو مجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله. لما الله قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهو يمتثل هذا الأمر ويطلب الحلال، إذا فهو في طاعة، في طاعة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع، إلى أن يرجع. بس الإنسان يستحضر النية، نية امتثال الأمر بأكل الحلال، ولأنه يمسك نفقة واجبة يساب عليها ثواب الواجب على أهله ووالديه وعياله، إذن فهو يسعى للإتيان بالمال الذي نفقته واجبة، فالسعي واجب والإنفاق واجب، يبقى هو في سبيل الله، لأن هذا المال منه تتصدق ومنه تحج ومنه تعتمر ومنه تعمل مشاريع الخير وما تريد من هذا المال. إذن فأنت في عبادة وطاعة، الطعام والشراب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذا نويت فيه التقوي على عبادة الله وطاعته تأكل وتسافر، تأكل وتتنعم وتتلذذ في الطعام والشراب، ولك ثواب بنيتك الحسنة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. تلبس الثياب وتكتب التجمل وإظهار أثر نعمة الله عليك، وتنوي ستر العورة، كل هذه النيات تثاب عليها. لا، ده عابد دنيا الذي يعمل
ولا يصلي ولا يتعبد لله، هذا يعمل لأجل الدنيا ويخدم الدنيا، يخدم الدنيا، فهذا لا جواب له، لأن الأصل العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أما الذي يعمل ولا يعمل، يعني ولا يتعبد، فهو خادم دنيا، خادم دنيا. ولذلك القرآن قال عن الكفار إيه؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لأنهم يسعون أكثر منا، ولذلك أحرص الناس على حياة. ومن ثم قال القرآن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. فالذي يترك الصلاة ويعمل يتشبه بالكفار والعياذ بالله تعالى، لأنه مختلف في إيمانه، هل هو مؤمن أو كافر. نسأل الله العفو والعافية. فهذا عبد مخذول، لكن احنا بنتكلم على المؤمن أنه يصير جميعا أعماله عبادة لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى الله هنا للصيرورة، يبقى يصير جميع الأحوال جميع الأفعال والأقوال لطاعة الله تبارك وتعالى بالنية الحسنة. والعلماء الفقهاء يقولوا إن النية شرعت لتمييز العبادات عن العادات، لتمييز العادات عن العبادات. وتارك الصلاة ممكن يجلس أمام الميضة أو يضرب قدام الحوض ويغسل جميع أعضاء الوضوء وينظفها، لكن هل يستطيع الصلاة بها؟ لا، لأنه لم يأت الوضوء. هذا هو الثالث، غسل جميع الأعضاء، اليدين والذراعين والوجه والرأس والرجلين، كل أعضاء الوضوء، لكن ما يقدرش يجي يصلي، ما فيش نية. فالإخلاص أن يقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم مع المخلصين من أهل الصفة رضي الله عنه، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه أي لا غيره، يريدون وجهه. وقال في شأن سيدنا أبو بكر الصديق وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شيخنا رضي الله عنه قال في الإلهام النافع الإخلاص أن يقصد بعمله وقوله وجه الله تعالى، فإذا قصده وجده، وإذا وجده عبده، وإذا عبده قربه، وإذا قربه تجلى عليه تجليا الأفعال. المنتج له من الأباطيل والأوحال، ومعنى تجلي الأفعال على العبد ألا يتحرك العبد حركة إلا وهو يعلم أنها من الله
سبحانه وتعالى. وله ما سكن في الليل والنهار، اي وما تحرك، فله كل حركه وسكون. فتجلي الافعال معناها انه اذا تكلم او فعل او قعد او مشى او عبد او صام او حج او زكى او تصدق او وصل رحم، يجعل هذا المعنى في قلبه، في قلبه، يعني ان الله تعالى هو الذي وفقه وخلق في قلبه القدرة على الطاعة، وهذا هو التوفيق. خلق القدرة على الطاعة في قلب العبد. بس طبعا التجلي معناها ايه؟ ان تستحضر هذا المعنى عند كل قول او فعل. ولذلك مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه دائما في كتبه يقول المريد السالح دائما يقول بلسان الحال او بلسان المقال: اللهم اني ابرأ اليك من كل حول وقوه في كل قول وفعل، وفقتني فيه الى ما تحبه وترضاه، فانه لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده تجلي الايه؟ الافعال. العبد ينسى حوله وينسى قوته، ويتذكر حول الله وقوة الله. طبعا حينما يستشعر العبد هذا المعنى، حينما يستشعره يأمن من العجب والغرور والكبر، لأنه ليس له في الأمر شيء. هيعجب بيه ولا يغتر بيه ولا يتكبر عليه؟ فالكل من الله والكل من فعله سبحانه وتعالى وتوفيقه. والله خلقكم وما تعملون. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الأشعرية التي تدرس في الأزهر الشريف، يقول الشيخ النقاني: وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يقول، وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يقول. إشارة إلى قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إشارة إلى قوله تعالى على لسان سيدنا شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت إليه. هي عقيدة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا رب يا معبود اجعل عبادتي لوجهك بالإخلاص من غير علة، من غير علة، إياك أن تجعل أي علة في قلبك سوى وجه الله تبارك وتعالى، إياك، لأنه لو وجدت علة في القلب كان العمل لها وضاع إيه؟ وضاع الثواب. شغلني لأن العمل كالراحلة الموصلة إلى المقصود، إذا وجهت إلى الجهة المقصودة وصلت، وإذا وجهت إلى غيرها كلما سارت ابتعدت. خلي بالك من كلام العارفين. الشيخ بيديلك مثال
مثال حسي عشان تفهم دي هذه المعنويات العالية. فطبعا الإخلاص كالراحل الموصلة إلى جهة معينة ومكان معين، فإذا وجهت توجيها صحيحا إلى الجهة المقصودة وصل، وإذا وجهت إلى غير الجهة المقصودة كلما سارت ابتعدت، لأنك أنت دخلت في مكان آخر رحت مكان ثاني. لا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك العلماء يقولون ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فالدوام من علامات القبول، الدوام من علامات القبول، والانقطاع من علامات الرد، والعياذ بالله تعالى. ولذلك قالوا العمل كالجسم والإخلاص كالروح، فعمل بغير روح ما عليه نور يلوح ولا منه ضوء، هكذا قال الشيخ في رسالة القواعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الشرك يدب إلى القلب أخفى من دبيب النبي، فقال يا رسول الله كيف نستقيم؟ قال إياكم والشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قال كيف نستقيم يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. هو الشرك الأصغر ده، شرك الرياء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، هو ده الاستغفار الصغير الكبير من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، هو الذي يدب إلى القلب كدليل المنزل. بين الإنسان يحافظ على هذا الدعاء حتى يخلصه الله من الرياء. الإنسان يكشف عن نفسه أنه مرائم، أنه إذا كان بين الناس يعمل العمل، إذا ابتعد عن الناس لم يعمل، كمن كالذي يحسن الصلاة أمام الناس فإذا خلا نقرها كنقر الديك والمراد. إذا انتهى فالتحسين الذي في المسجد لأجل الرياء والسمعة ومراعاة الناس، أو الذي يحافظ على الصلاة في بلده فإذا خرج إلى السفر إلى البلاد الأخرى ضيع الصلاة. ولما حد الشيخ طب ليه وأنت بتتعبد للناس عشان حد شايفك أو ما حد شايفك؟ يعني هناك أناس من هذا النوع يهملون الطاعة إذا كانوا في خارج البلاد، إذا كانوا في بلادهم حافظوا عليهم. لا، اتق الله حيثما
كله، هكذا يعلمنا الحديث صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت. ويا رب ويا رب يا معبود اجعل عبادتي لوجهك بالإخلاص من غير الله. ويا رب وفقني لحمدك دائما، فحمدك يأتي مسرعا بالزيادة. بعد أن سأل الشيخ ربه أن يجعل عبادته خالصة من غير علة، سأله التوفيق، التوفيق ليه؟ للحمد. ليه؟ لأن الحمد عزيز وقليل، كما قال الله وقليل من عبادي الشكور، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأنت الشيخ يطلب التوفيق للحمد، ويا رب وفقني لحمدك دائما، فحمدك يأتي مسرعا بالزيادة. لتحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول ايه؟ الحمد والزيادة مقرونان في قرن، الحمد والزيادة مقرونان في قرن، مقرونان بمعنى يعني فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. الشكر منوط بالزيادة، إذا شكرت زادك الله، إذا شكرت زادك الله. والعلماء عرفوا الحمد قالوا إنه صرف جميع ما أنعم الله على العبد في طاعة الله عز وجل، يعني استعمال النعمة في الطاعة بتوفيق. فالعبد الحالق هو الذي يستعمل النعمة فيما خلقه الله له، وبذلك يكون ايه؟ حامدا لله تعالى. عشان كده الشغل ويا رب وفقني لحمدك دائما. ليه؟ لأن الحمد شكر بالإيه؟ بالأركان، اعملوا آل داود شكرا، أي لأجل الشكر، وقليل من عبادي الشكر. وحمد بالقلب، وما بكم من نعمة فمن الله. أن تعتقد أن كل نعمة عندك إنما هي من الله. ثم يأتي الحمد باللسان، الحمد باللسان طبعا كل في موضعه، وده معقول من السنن القولية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل قال، إذا شرب قال، إذا لبس قال، إذا خرج من الخلاء قال، وهكذا. ده أقل أنواع الشكر، أقل أنواع الشكر، الشكر لإيه؟ باللسان. لكن لابد من الاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان كما يقول العلماء، لابد من التكامل، من تكامل الحمد والشكر لله تبارك وتعالى حتى تنال الزيادة. الشيخ رضي الله عنه قال
ليس إلا الحمد حمدا دائما. تارك الحمد عبيد الحلم. حاضر بل ناطق بل منقذ. أقسم الله وغر القسم، إن شكرتم زادكم يا إخوتي فاشكروا الله على ما نعم. ليس إلا الحمد حمدا دائما تارك الحمد عبيد حلم. حلم من إيه؟ من الزيادة. ولذلك العلماء يقولون الحمد ازدياد النعم، السور الذي يحيط بها يحفظها، ومن لم يقيد النعم بعقالها فقد تعرض لزوالها. فالحمد ازدياد النعم وعقالها. إن ضاع منك الحمد ونسيته ضاعت منك النعم. وفيه فائدتان كما قال الشيخ رضي الله عنه، ثبات النعم وزيادة النعم. ووفقنا للشكر عليها أي النعم حتى تدوم علينا وتزيد. يبقى فائدتان، دوام النعمة وزيادة النعم، دوام النعمة وزيادة النعم، وهكذا. ولو قرأت في السنن القولية وجدت الحمد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وتطوراته وسكناته صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يحقق فينا هذا الدعاء الذي دعاه شيخنا رضي الله عنه، ويا رب يا معبود اجعل عبادتي لوجهك من إخلاصي من غير عزته، ويا رب وفقني لحمدك دائما فحمدك يأتي مسرعا بالزيادة. لأن الله يعامل عبده نقدا، تدفع الحمد تأتي الزيادة سريعا نقدا وليست نسيئة. فيش تأخير. ليه؟ إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. أنا والحمد لله. ونقف عند هذا الحمد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين المخلصين المقبولين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آله.